ومن المسائل أن السحر في اللغة، وهذه نستفيد منها في كشف هؤلاء السحرة، أن السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. ومن ثم فإن أهل اللغة يقولون لمن هو مملوح العين، يقولون إن عيونه عيون سحرية، ولذا قالت تلك المرأة في الذي تتغنى به، قالت: وانظر إلى السحر يجري في لواحظه، يعني في نظراته، لأن تلك النظرات تصل بخفاء إلى القلب من حيث لا يشعر. فالسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. إذن لو أتيت إلى شخص يقول: أنا أعالج، فسألك عن اسم أبيك أو اسم أمك أو اسم بعض أبنائك، ما علاقة ذكر هذه الأسماء في علاج المريض؟ إذن هذه علامات وإشارات على أن هذا ليس بطبيب، ليس بطبيب شعبي، وإنما به ما به من الشعوذة. لما؟ لأن ذكر الأسماء أو ذكر أشياء أخرى قد تكون خفية لا علاقة لها بالعلاج، هذه مؤشرات توضح لك أن هذا الرجل إنما هو مشعوذ.